كوكو غزالات ديالي، كيف دايرين؟ يمزتكم كوكو، لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتوما مزيانين؟ غبرت عليكم، ما عنديش قط اماره صباغه، نتوما راكم عارفين. ايوا يا لاله، المنتوج اللي جبت لكم اليوم راه معجزه، معجزه الزمان، وراه مكتوبه فيه سوامي غاكل. دونك تهناو. ايوا يا لاله، هذا المنتوج البنات اللي عندهم واحد لا مالادي في الشعر ديالهم، يعني الشعر كيمرض عنده واحد لا مالادي، دونك كتكون بزاف تاع الحوايج الشعر اللي مريض. ها بغيت نقول لكم البنات اللي عندهم شعر كيتقطع، الزغبه رقيقه، الزغبه ما كطوالش، الزغبه فيها لا فورش، هادوك لا فورش اللي كتكون تحت من تحت هنا، هذا تحت هذا هذا وكيتقطع. البنات اللي كتكون عندهم ما كيكونش ما تطلعش لهم الخلفه، البنات اللي ما عندهمش لمعان وبارق كيف ما هكا شتوه الشعر ديالهم، لمعان والبارق، واخا تصبغي واخا ديري بروشين واخا ديري لي ما باش داك الشعر مكشر، ما باش يتقد، ما والو عييتي معاه. دونك هاد لو سوان انا شفتو في المكازا وشريتو وجربتو، البنات غزال غزال غزال، مكتوب منو سوان ميغاكل، يعني معالج معجزة. فوالا الاسم تاعو شواخكوف جليس، شواخكوف جليس ها هو شوف. ولكن فين كيتباع؟ ما كاينش في المكازا اكسيون، ما كاينش في لي سوبر مارشي، كاين في لا فارماسي ولا باغا فارماسي، غادي تلقاوه في باغا فارماسي. ها هي ها نتوما، ها شوف ريحتو غزالة، شتوه ماسك معالج، كيعالج ربعة في واحد، كاتخ اون، يعني كيدير ربعة د الحوايج في دقة واحدة، سمعتوني؟ دونك تقدري ديريه قبل من شامبوان، ديريه ماسك شعرك وتخليه، من بعد عاد خليه، أو أنت خليه 5 مينوت 2 مينوت 3 مينوت اللي يعجبك، خليه على حسب على حسب الشعر تاعك واشنو شنو اللي عندك فيه ما زوينش، دونك غتخليه شويه وتغسليه. عندك الشعر عندك تقدري ديريه ابري شامبوان، تقدري ديري شامبوان وتغسلي شامبوان وديري هو ابري شامبوان وتخليه على شعرك واحد 2 مينوت 3 مينوت اللي قد ما عجبك انت، باش ما خليتي باش ما شعرك كيستهبل منه. عندك تقدري ديريه اون ماسك بور اون نوتريسيون انتونس، تقدري ديريه ماسك من مورا شامبوان ابري شامبوان دي ميلون وديري على شعرك وتخليه في شعرك حتى يدخل زعما مزيان مزيان الزغبه ومن بعد تغسليه. اولا تقدري ديري سوان سون غانساج، يعني تغسلي شعرك ديري شامبوان ابري شامبوان دي ميلون وتغسلي شعرك وتنشفيه بالفوطة، ومن بعد ديري عليه هذا الماسك وما تغسليش، او لا يكون شعرك ناشف كما هذا دابا ناشف ونديرو ليه ونخليه عليه وما ينغسلوش. هذا يا البنات راه انا ضمنتو لكم هذا، هذا درت ليه طونطون هذا يا البنات، تعرفوني ملي كنجيب لكم حوايج لي انا كنستعملهم. ها هو ها هو غليس شواخكوف كيوتيليزي دون لي غران صالون، صالون شيك، صالونات لي هما واه واه يا واه واه. إوا يا لالا مناش مصنوع من زبدة الشيا، بوغ دو كاريتي بلوس، زبدة الشيا زائد حداها بلوس بروتيين. ها نتوما إوا يا البنات، هادي هو الفيديو تاع اليوم، ونبغيكم تجربوه ونشوف يا لالا واه لي في نص وصال قريبا 5 مينوت.
نقسموا على جوج هاد الفيديو ولاش نديرو؟